هذا علي، هذا أمير المؤمنين. ارجع للآيات، فتلقى آدم من ربه علي أني جاعلك للناس إماما علي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم علي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا علي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون علي. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين علي. أولئك هم خير البرية علي، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين علي. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون علي. فمن استمسك بالعروة الوثقى علي. اهدنا الصراط المستقيم علي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك علي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي علي. تنظر إلى القرآن علي، تنظر إلى الروايات علي، تنظر إلى العقل علي، تنظر إلى المنطق علي، تنظر إلى الفضائل علي، تنظر إلى المناقب علي. كل شيء من الكمال فهو علي. حبك يا علي مفروض عن الناس، حبك يا علي علاك رب العرش، علاك غصبا على أعداءك.